السلام عليكم. شاومي من دفعه باقصى قوه وسرعه مثل قطار مدرع هايج، ماكو شيء يقدر يوقفه ولا اكو شيء حتى يقدر يبطله. شاومي تطلق اجهزه بالجمله وبكل الفئات وباسعار قاتله لمنافسيها، وحتى المواصفات هي من الافضل. لكن كل هذا العمل والجهد الجبار هو لهدف واحد واحد بس اصدقائي، هو تسيد السوق العالمي وازاحه سامسونج وابل من الواجهه اخيرا، وايضا وهذا الاهم فرض سيطره صينيه على الاسواق العالميه بعد سياده امريكيه وكوريه. التوقعات ترجح ان شاومي تبيع اكثر من 330 مليون جهاز في 2022، لكن دره التاج الشاومي ورمز مفخرتها لهذه الشركه هي سلسله الالترا او الشاومي 12 الترا، لان بعد ماكو سلسله المي، والتركيز راح يكون على اسم شاومي وتعزيزه بالاسواق. اليوم بتك تايم جبنا لكم اهم الاخبار عن اقوى جهاز من شاومي وواحد من اقوى اجهزه العالم، الشاومي 12 الترا. مرحبا، انا حسن واهلا بكم في تك تايم. هذا الفيديو برعايه شركه اي تي لوبي، الموزع الرسمي في العراق لمنتجات شاومي. هواي القاب راح يحصلها الشاومي 12 الترا، لكن اول لقب انه راح يكون اول جهاز بالعالم يستعمل كوالكوم سناب دراجون 895 كمعالج له. هذا المعالج هو الاحدث والاقوى في عالم الاندرويد وافضل ما راح نشوفه من كوالكوم في 2022. ايضا الشاومي 12 الترا هو اول جهاز بالعالم راح يستخدم متحسس 200 ميجا من سامسونج، واول جهاز بالعالم بثلاثة او اربع كاميرات اساسيه. عدا متحسس 200 ميجا الاتش بي 1 من سامسونج، راح نشوف متحسسات بقوة 50 ميجا هي GN5 الأحدث من سامسونج، وأيضا متحسس الـ IMX 766 من سوني. عدا عن الزوم الرهيب من شاومي قوة 200X هايبريد و 5X زوم بصر. طبعا الشحن أيضا أسطوري، لكن مو مثل ما متعودين من شاومي. هذه السنة الشحن السلكي راح يحافظ على حاجز الـ 120 واط، لكن الشحن اللاسلكي وحسب القوانين الصينية الجديدة راح يكون 50 واط كحد أقصى، وراح نشوف شحن عكسي سلكي بقوة 30 واط، ولأول مرة أيضا بتليفون شحن عكسي لاسلكي قوة 5 واط. شاومي بصراحة تتفنن بأنظمة الشحن بأجهزتها، خصوصا أجهزتها الفلاكشيب، بس هذه مو بس نقاط القوة اللي راح تميز الشاومي 12 ألترا، لأن هذا الجهاز راح يكون من أوائل الأجهزة اللي تعمل بواجهة النيو آي 13 الأحدث من شاومي المبنية على الأندرويد 12، واللي أتمنى أن تكون حل لكل ما شفناه من مشاكل وعيوب في واجهة شاومي الحالية. أيضا الشاومي 12 ألترا راح يكون أول تليفون يعمل في شاشات سامسونج الأحدث السوبر دايناميك أموليد الـ E5، دقتها 2K وتقنية الـ LTPO موجودة تسمح بتردد متغير للشاشة عند الـ 120 هرتز إلى حد الـ 10 هرتز، مع تردد لمس مخيف هو الـ 480 هرتز. صراحة الجيمرية راح يستمتعون لأقصى درجة بهيجي شاشة، خصوصا جماعة الأداء العالي من يعرفون أن الرامات هي الأولى في العالم من الجيل الخامس الأكس أو الـ LPDDR4X وبسعتين 12-16 جيجا، والذاكرات راح تكون أيضا من الطراز الأسرع UFS 3.1، وأكو أخبار من احتمال تكون الـ UFS 3.2 كأول جهاز بالعالم يعمل بذاكرات الـ UFS 3.2. طبعا أنظمة التبريد راح تكون معززة وأفضل من ما موجود، لكن ما عندنا تفاصيل حاكمة ودقيقة عن هذا الموضوع، بس اللي لازم تتأكدوا منه إنه الشاومي 12 ألترا هو سيد عالم الأندرويد بقوة وتصميم متفوق وسعر لا تتوقع أن يكون رخيص. أصدقائي، هذا كان كل ما عندي اليوم عن الشاومي 12 وأخبار شاومي. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وأشوفكم بالفيديو الجاي. في أمان الله.